كان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في مقدمة مستقبلي معالي الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مملكة البحرين اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوة من لدن سموه، وتجرى خلالها مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات. كما كان في الاستقبال نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بالمملكة وسفير مملكة تايلاند لدى المملكة. وقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع رئيس وزراء تايلاند علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، حيث أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر عن ترحيبه بزيارة رئيس وزراء مملكة تايلاند الصديقة إلى مملكة البحرين، وما تمثله هذه الزيارة من أهمية في توطيد أطر التعاون والبناء على ما يربط بين البلدين من علاقات متميزة على كافة المستويات. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات البحرينية التايلندية تشهد تطورا مستمرا يترجم الحرص المتبادل بين قيادتي البلدين على توطيد أطر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الزيارة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي المثمر بالشكل الذي يعزز من الشراكة القائمة بين البلدين وبخاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. من جانبه أعرب معالي الجنرال برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلاند عن سعادته بزيارة مملكة البحرين التي تربطها ببلاده علاقات قوية تعكس الود والاحترام المتبادل بين البلدين الصديقين، متوجها بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولمملكة البحرين قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال التي تجسد عمق الروابط بين البلدين الصديقين. وأكد حرص بلاده على تنمية مجالات التعاون مع مملكة البحرين وتعزيزها على كافة الأصعدة ارتكازا على ما يجمع بين البلدين من روابط قوية وحرص متبادل على الانطلاق قدما في تعاون يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها مزيدا من الرفعة والتقدم.
بعدها توجه موكب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وضيف البلاد إلى مقر إقامة رئيس الوزراء التايلاندي، وقد تشكلت بعثة شرف لمرافقة معالي رئيس وزراء مملكة تايلاند برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.